نشيع هذه التهمة: المرأة لها علاقة، المرأة تدخل، المرأة تطلع، المرأة كذا، يدخل عليها أحد، يخرج منها أحد. فراجت هذه الكلمة والعياذ بالله حتى تمكنت من قلب الرجل، فما كان منه إلا أن طلقها. والرجل طاب خاطره من زوجته، الزوجة تزوجت من رجل آخر، وهذا الرجل بحث له عن زوجة أخرى. تقول: أما أنا فلم أظفر بمطلوبي، لأنها حينما لفقت التهمة كانت تريد أن يتزوجها من؟ هذا الزوج، هذا الرجل. فلا هي اللي حصلت زواجها ولا هي التي سلمت في الدنيا، فماذا أصابها؟ قالت: أصابتني عقد وأمراض شديدة. ذكرتها نسيتها الآن، وأذكر منها أظن التليف في الكبد وأشياء من الأمراض العظيمة المستعصية. تقول: أما ابن أو هذا الرجل اللي اتفقت معه، أظن أحد من أحد أقاربها، تقول: فقد مات حرقا، أيها الإخوة، في الشقة التي يسكنها هو الشاهدان اللذين معه. مات حرقا، شهد معه اثنان أن الرجل ديوث، أو أن الرجل يعني على زوجته هذه يدخل عليها أناس وليست لها يعني ليست عفيفة. وصدق الله وقد خاب من افترى. فأنا أقول إن هذه الآية عظيمة، والقاعدة هذه يجب أن يكون لها أثر في واقعنا، وأن يتقي الله عز وجل العبد فيحفظ لسانه ولا يكتب بيمينه شيئا يضر به مسلما. إن كان له مظلمة فله طرق معروفة: يشكو عند القضاء، يرفع إلى مديره المباشر، إذا لم يأته حقه فبإمكانه أن يسأل الله عز وجل، وإلا فلينتظر إلى الآخرة. أما أن يكيد ويظلم ويزيد ويفتري فليتأكد من تحقق هذه القاعدة: وقد خاب من افترى. أيضا من القواعد القرآنية في هذا المقام: وليس الذكر كالأنثى. وهذه القاعدة جاءت في سياق قصة أم مريم عليهما جميعا الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. من اللي قال هالكلام هذا أيها الإخوة؟ من؟ أجيبوا: الله عز وجل، هو في القرآن، سواء كان من كلام أم مريم أم قلنا إنه استثناء، يعني جملة معترضة على خلاف بين المفسرين، يبقى أن هذا كله يبقى أن هذا الكلام كله وحي. فهذه قاعدة إذا سمعها المؤمن الموحد الذي لم يتلوث قلبه بفكر غث أو بفكر منكوس. الله يقول: وليس الذكر كالأنثى. ويأتي اليوم أناس ممن نكست فطرهم ويقولون: لا، نريد أن يكون الذكر كالأنثى. ومن المصاعب لو كانت يعني هذه الدعوة تأتي من غربيين أو شرقيين أمرها سهل، لكن أن يرددها بعض الكتاب ليكونوا رجع صدى لدعوات تغريب أو دعوات من هنا أو هناك، هذا هو المؤلم. ويقولون: نطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة. وهذا أيها الإخوة انتكاس في الفطرة، انتكاس. حتى الغربيون أو حتى الغربيين رجعوا إلى الفطرة الأولى، يعني كثير من عقلائهم رجع وينادي بالفطرة الأولى، ترجع المرأة إلى وظيفتها الأساسية. وها هنا فائدة، وهي أنك لا تجد في القرآن أبدا ذكرا لكلمة المساواة بين الرجل والمرأة، ولا تجد في القرآن مطالبة بالمساواة بين المختلفات أبدا. يا إخوة، نحن لو لم تأتي هذه الآية لا أدركنا يقينا أن الذكر ليس كالأنثى، لا في خلقته ولا في طبيعته ولا في وظائفه ومهامه. ولذلك ما المطلوب عن الذكر والأنثى؟ العدل. الله يقول: إن الله يأمر بالعدل، ولم يقل إن الله يأمر بالمساواة، لأن المساواة أيها الإخوة مؤداها اضطراب الأمور. أما العدل وهو إعطاء كل إنسان حقه فهذا هو الذي تستقيم به الأمور. ودعوني أضرب لكم يعني بعض الأمثلة.
ولعلي أبدأ بهذا المثال الطريف لا بأس. تعرف أحد العدائين الأوروبيين على عداء أوروبية نفس الرياضة. المهم أعلن في مؤتمر صحفي أنه سيتزوجها وسيكون حفل الزواج في اليوم الفلاني وكذا. بعد شهرين من الزواج طلقها. لماذا طلقتها يا فلان؟ قال إنني لم أتزوج امرأة بل تزوجت رجلا. أتدرون لماذا؟ لأن الرياضة العنيفة لا تصلح للمرأة. يعني أنت بإمكانك وتستوعب أن ترى رجل مفتول العضلات وقوي البنية، لكن أي طعم سيبقى في المرأة إذا كانت مفتولة العضلات؟ قد ذهبت رقتها ونعومتها التي هي أحد أسرار ميوزها وأسرار جمالها. هذا انتكاس، هذا انتكاس في الفطرة. ولهذا فرق كبير بين أن تمارس المرأة نوعا من الرياضة الذي يناسب بدنها وطبيعتها، وبين أن يقال إنه يجب أن تمارس المرأة الرياضة كما يمارسها الرجل. هذا انتكاس في الفطرة. هذا مثال. إحدى الكاتبات المصنفة على أنها كاتبة ليبرالية علمانية وهي تصرح بهذا، ولا أحب أن أذكر الأسماء، كتبت قبل فترة قريبة بعد تجربة طويلة مع التغريب ومع التمرد على أحكام الشريعة خاصة فيما يتعلق بالمرأة، رجعت هذه المرأة وكتبت كتابة تشكر عليها، وإن كانت ما زالت على بعض أفكارها، لكن هذه المقالة تدل على معاني كبيرة. فتقول هذه المرأة: إنني بعد أن جربت أيها الإخوة الاختلاط بالرجال وجربت الاحتكاك بهم وحاولت أن تظهر نفسها على أنها هي والرجال سواء لا فرق بينهم، وأن أي مهمة يقوم بها الرجل تستطيع أن تقوم بها هي، في كلام طويل، قالت: إنني أقول وبعد تجربة طويلة بيتي ثم بيتي ثم بيتي ثم العالم الآخر، وظيفة ما وظيفة هذا أمر آخر. هي بعد أن جربت تجربة مريرة وجدت طعمها المر رجعت إلى فطرتها. وقد وقفت على كلمات كثيرة، منها كلمة لرئيسة اتحاد النساء العالمي، الاتحاد العالمي للنساء وشيء من هذا القبيل، منظمات عالمية كبرى كلهن أيها الإخوة والأخوات كلهم أو كل هذه النساء تؤكد على هذه القضية، وهي الرجوع إلى طبيعة المرأة. إذن وليس الذكر كالأنثى، من الظلم للمرأة أن نفقدها خصائصها ومواضع التميز التي جعلها الله عز وجل لها ونجعلها في مصاف الرجل سواء بسواء. بعض الجهال وبعض عياذا بالله الذين انسلخ تعظيم الوحي من قلوبهم يقول هذا الكلام يصلح أن يكون متى؟ وقت الوحي، يوم النساء جاهلات ويوم النساء غير متعلمات ويوم النساء كذا ويوم النساء كذا، أما الآن المرأة تعلمت وأخذت أعلى الشهادات وأخذت وأخذت. فنقول كبرت هذه الكلمة، كبرت هذه الكلمة، وما أشد خطأها لمن أنصف. فأقول هات لي في الأمة امرأة أعلم وأفقه من عائشة رضي الله عنها، لا تستطيع. هات لي في الأمة أتقى من نساء النبي عليه الصلاة والسلام وزوجاته أمهات المؤمنين، ومع ذلك لم تعترض واحدة منهن على هذا المعنى بكلمة واحدة. أمر آخر، القضية ليست في قضية تعلم أيها الإخوة، القضية في خلقة، في خلقة خلقها الله عز وجل، خلق المرأة عليها وخلق الرجل عليها. فكما هم يختلفون كما يقال فسيولوجيا ويختلفون نفسيا ويختلفون بدنيا، فمن الطبيعي أن تختلف حتى المهام والوظائف، حتى المهام والوظائف. ولذلك لما تمردت كثير من المجتمعات على وظيفة المرأة، فأصبحت بدل أن تكون مربية أجيال تصير مربية دجاج ولا مربية غنم. ومن الانتكاس أن يقال للمرأة التي تربي أولادها عاطلة والتي تربي الدجاج عاملة، نعوذ بالله من الانتكاس.
انتكاس الفطر. لست ضد عمل المرأة أبدا، ولست ضد أن تكون المرأة مؤثرة أو مساهمة في التنمية كما يقال، لكن الذي لا يقبله مسلم أن يطلب من المرأة أن تترك وظائفها، وظيفتها الأساسية، وقرن في بيوتكن، تربية الجيل، القيام بحق الزوج، وتزاحم الرجال، ويراد منها أن تكون عاملة في المصنع أو في منجم ذهب أو في تربية المواشي أو غير ذلك من الوظائف، هذا الذي لا يقبله الإنسان. أو تزاحم الرجال، تحتك بهم 8 ساعات في اليوم، ماذا يراد أو ماذا يرجى من امرأة هذه حالها؟ كيف ستؤدي حقوق الأولاد؟ كيف ستؤدي حقوق الزوج؟ كيف ستؤدي حقوق البيت؟ متى ستستريح؟ متى تستقر نفسيا؟ والحالات الشاذة لا يقاس عليها. نحن نتكلم على أصل مقرر في قاعدة قرآنية محكمة، وليس الذكر كالأنثى. أيضا من القواعد القرآنية: ولا يفلح الساحر حيث أتى. ونفي الفلاح كما يقرر العلامة الشنقيطي رحمه الله مؤداه في أغلب آيات القرآن الكريم إلى الكفر، إلى الكفر. وهذه القاعدة لو أن كل مسلم يضعف أحيانا ويفكر في الذهاب إلى السحرة يفكر فيها لتوقف، لأن الله جل وعلا الذي خلق الناس كلهم ومنهم السحرة يخبر بأنهم لا يفلحون حيث أتوا وحيث فعلوا وكيفما تصرفوا. إذن هذه الحيل التي يقوم بها السحرة لا يمكن أبدا أن تؤدي الثمرة المطلوبة، وإن أدت جزءا يسيرا أو نجحت نجاحا نسبيا معينا، لكن النهاية أو المؤدى في الأخير إلى الفشل الذريع. ولا يفلح الساحر حيث أتى. وأقول لست أعجب من ساحر يفتح أبوابه للناس ويقول تعالوا أنا أعالج وأنا وأنا وأنا، هذا رجل طلاب دنيا وقد انسلخ من دين عياذا بالله. لكن العجب من أناس مؤمنين مسلمين يقرؤون هذا القرآن ويقرؤون مثل هذه القاعدة ويسمعون قول الله عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى، ومع ذلك يصرون ويقفون زرافات ووحدانا. ولعل الفتنة الماضية التي مرت في هذه الفضائيات جزى الله من أعان على إيقافها خيرا تدل على خلل كبير جدا في فهم الناس وتصورهم لحقيقة هذه القضية، وهي ضمن منظومة كبرى تتعلق بضرورة ترسيخ العقيدة الصحيحة في قلوب الناس. وقول بعض الناس والله التوحيد مفهوم والعقيدة واضحة، هذه الفضائيات لم يكن فيها شر محض، كشفت هذا الخلل وكشفت زيف هذه العبارة. وإلا بماذا نفسر أيها الإخوة؟ أنا لا أقول إن اللي يتصلون والله من أناس من قرى بعيدة جدا عن العلم ولا تفهم، لا، يتصلون من مدن ومن حواضر العلم، لكن إذا ضعفت الصلة بالله فثمرتها المرة أن تجد الإنسان يتطامن 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 من عليائه حتى يبحث في الأرض، يبحث عن مخارج رديئة وعن نوافذ أو منافذ قذرة. ومن القواعد القرآنية المحكمة قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكم نردد هذه الكلمة وكم نسمعها، أعني هذه القاعدة القرآنية المحكمة، لكن ما أضعف أثرها في بعض البيئات. وإنني أقول بكل مرارة إن برامج الشعر التي بدأت بعض الفضائيات منذ سنوات تروج لها هي من أذكى في الناس حمى العصبية القبلية، وأصبح الإنسان يعتز بأمور ليس له فيها فخر. وأقول أيها الإخوة إن من عظمة هذا الدين، من عظمة هذا الدين أنه لم يجعل منزلة الإنسان عند الله بشيء لا يملكه ولا يقدر عليه. الله لم يجعل منازل الناس بأنسابهم، ولم يجعل منازله عندهم بجنسياتهم ولا ببلدانهم ولا بألوانهم ولا بحسن هيئتهم، إنما جعل المرتكز فيها شيئا واحدا ألا وهو التقوى. الفقير في فلاحته أو الفلاح في مزرعته، والفقير في بيته، والتاجر في دكانه، والعالم
في درسه والعابد في محرابه والمجاهد في ساحة القتال كلهم مخاطبون بهذا المعنى العظيم. لكن هل تستطيع أنت أن تقول والله أنا يعني تصور أنت الآن، وهذا بحمد الله مما لا تأتي به الشريعة، تصور لو أن الشرع جعل مناط المفاضلة عند الله عز وجل بالطول، هل باختيارك أنت أن تكون رجل طويل؟ لو أن الله جعل مناط المفاضلة في جمال الوجه، هل أنت الذي تتحكم بتركيبة وجهك؟ لا. لو أن الله جعل مناط الفضل والشهامة، الفضل والمكانة بالغنى، كل هذه ليست في مقدور الإنسان. ولذلك لم يجعلها الله عز وجل مناطا للفضل والفخر أبدا، إنما جعل مناطها بشيء واحد وهو التقوى. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، خذلت أبا جهل أصالته وبلال عبد جاوز السحبة، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. أبو لهب أتدرون من هو؟ هو عم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ولما افتخر الوليد بما افتخر به قال الله عز وجل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا كلا سنكتب ما يقول، كلا سنكتب ما يقول، قال كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. وقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عدة رسائل في سيرته لتقرير هذه القاعدة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ووالله يا أيها الإخوة لا شك أن يعني أقول لا شك أن كون الإنسان يعني مثلا يكون من آل النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا له ميزة شرعية، لكن الشرع لم يجعلها هي الميزة الوحيدة. وكونه ينتسب إلى هذا النسب الشريف العريق لا شك أن هذه ميزة وله حق، وقد عرف أهل السنة بل أهل الإسلام لآل النبي صلى الله عليه وسلم حقوقهم لوصية نبينا صلى الله عليه وسلم بهم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام للرسول وقبل ذلك القرآن لم يجعل مناط المفاضلة هي هذه. وقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام في حياته رسائل عملية لمن حوله من الناس كلها ترسخ معنى هذه القاعدة القرآنية المحكمة. من الرسائل أيها الإخوة المدهشة حقيقة في حجة الوداع التي جاء فيها الناس من كل جهة، جاء الأعراب، جاء القرشيون وفيهم الهاشميون، وجاء العبيد، وجاء الموالي، وجاء الرجال والنساء والصغار والكبار، جاءوا من مختلف أنحاء جزيرة العرب، جاءوا كلهم كما قال جابر رضي الله عنه كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من المواقف العجيبة أنه لما أراد أن ينصرف من منى إلى مزدلفة، من منى إلى مزدلفة، أردف خلفه من؟ أسامة بن زيد. ومن أسامة بن زيد؟ عبد أسود لم يكن في الجاهلية يلقى له بال أبدا. هذه رسالة في فتح مكة. من الذي أذن أيها الإخوة على رؤوس قريش؟ من هو؟ بلال. ومن هو بلال؟ هو الذي قبل تقريبا 21 سنة هو الذي كان يجرجر على صخور مكة الحارة، يجره أبو جهل ويقول: ماذا تقول؟ فيقول: أحد 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 أحد. لم يكن يبالى به ولا يلقى له شيء. في حجة الوداع وفي فتح مكة المؤذن بلال والرديف أسامة، نعم، ليبين عليه الصلاة والسلام بقوله وعمله معنى هذه القاعدة المحكمة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها الإخوة الكرام، ومن القواعد القرآنية المحكمة في النفس والحياة قول الله تبارك وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وهذه الآية جاءت في سياق الحجاج مع المشركين، وهي قاعدة عظيمة نحتاجها كثيرا في مع أنفسنا ومع غيرنا أيضا.
مع أنفسنا أيها الإخوة، كم نجد اليوم، وهذا شيء أشرت إليه قبل قليل وأحب أن أؤكد عليه، نظراً لكثرة الخطأ أو الخلل في هذا الجانب في التعامل مع النصوص الشرعية. تجد إنسان مثلاً يسمع حكماً شرعياً بأدلة واضحة ونصوص جلية، لا أحب أن أمثل بمسألة معينة حتى لا تكون هي موضع النقاش، أنا أريد أن أقرر قاعدة واضحة. فتجد هذا السامع لهذا النصوص أول ما يورد ويقول هل هناك خلاف بين أهل العلم، وسؤاله لا ينبئ عن سؤال طلب للعلم، إنما ينبئ عن سؤال يريد أن يهرب من هذا الأمر أو من ذاك النهي. والدليل على هذا أنك تراه يسأل لأجل أن ينظر إن كان أحد، والله ظاهر الحديث مثلا الوجوب أو ظاهره التحريم،